إبراهيم الجروان، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، أيضا باحث في علوم الفلك والأرصاد الجوية، نائب مدير مركز السارقة لعلوم الفضاء والفلك سابقا. طبعا اهتمامي في النطاق اللي هو علوم الفضاء وعلوم الفلك طبعا تولدت منذ الطفولة، منذ نعومة الأظافر مثل ما يقولون. طبعا كان الاهتمام في البداية كان في مجالس العمومة والجدود، كلهم كانوا أصحاب رحلات وأصحاب بحر وأصحاب اللي هو رحلات بحرية تطرقوا فيها للاسترشاد بالنجوم، الملاحة السماوية تحدثوا فيها. طبعا اللي هو كثير منهم كانوا بحارة مثل ما ذكرت. أيضا كذلك احتكاكنا به اللي هو أهل الزراعة وأهل اللي هو الرعي. أيضا مزارعنا في الذيد كنا نختلي فيها تحت السماء الصافية، خاصة في أيام الثمانينات وما قبلها. وأيضا كذلك اللي هي نلاحظ الطبيعة، المزارع هاي كل أيام كانت مزارع وافرة المحصول، كانت أيضا سلوك النبات يختلف من تغيرات الجو ومن موسم لموسم إلى سلوكيات معينة. طبعا هذه الارتباطات كلها ولدت الاهتمام إلى هذه المعارف وهذه العلوم. طبعا أثناء تواجدنا في الذيد وفي البادية، هناك بادية الذيد طبعا استهوتنا مثل ما ذكرت اللي هي السماء، جلسنا نترقب الهلال في أمسيات اللي هي خاصة في أمسيات رمضان، وأيضا الأمسيات الأخرى في خاصة في الأجواء الصافية. بدأت اللي هي أيضا أمسيات في أمسيات للرصد الفلكي، هذه هنا من الأمسيات اللي جلسنا نرصد فيها عبر التلسكوب. طبعا الأمسيات كثيرة، الأجواء في الثمانينات وحتى منتصف التسعينات كانت أجواء جدا صافية، حاليا للأسف التلوث الضوئي والتلوث أيضا المصاحب للمدينة أثر في الرؤية وفي رؤيتنا للسماء. كذلك أيضا انتشار ولله الحمد شبكة الشوارع، شبكة الطرق على الدولة، على تقريبا معظم أرجاء الدولة. هذا بالرغم من أنه شيء يحمد عليه في تسهيل حركة الناس، إلا أنه ممكن أيضا كان بالنسبة لنا عائق في إيجاد مكان يعني خلاء أو مكان مثل ما نقول أنه حالك السواد، خاصة في الليالي القمرية ممكن نلمح نور شارع على بعد 30 أو 35 كيلومتر، وللأسف يعني خاصة في الإمارات الشمالية ما في مساحة 30 أو 35 كيلومتر إلا وفيها شارع وفيها إنارة. طبعا في بداية اللي هو في نهاية التسعينات عام 99 مسكت اللي هو القبة السماوية القديمة اللي كانت في الخان. هذه القبة من أقدم القبب السماوية في الوطن العربي وأقدم قبة سماوية في منطقة الخليج. طبعا كانت تحت الأكاديمية العربية للنقل البحري التي كان مقرها في الشارقة من نهاية التسعينات، من نهاية السبعينات كان مقر الأكاديمية العربية للنقل البحري في مدينة الشارقة منذ نهاية السبعينات وحتى تقريبا 93 أو 94. من أنا مسكت القبة السماوية في الشارقة سنة 99، كان المغفور له بإذن الله الربان قاسم لاشين، هو كان أستاذ الملاحة السماوية في الأكاديمية العربية للنقل البحري، تمت الاستعانة فيه في فترة من 94 لحتى عام 2000 الاستعانة فيه في إدارة أمور القبة السماوية. طبعا هذا هو الجهاز الرئيسي للقبة السماوية. كانت القبة السماوية تقدم العديد من المحاضرات إضافة إلى اللي هي ورش العمل، بالإضافة إلى دورها في التنوير والتثقيف العام في وسائل الإعلام المختلفة. كان يرتاد القبة السماوية تقريبا سنويا بحدود 20,000 زائر خاصة في السنوات الأولى، ممكن في السنوات الأخيرة قل عدد الزوار، وظهرت هنا اللي هي الحاجة إلى إنشاء مركز مختص بالفلك بصورة أكبر. مسكت القبة القديمة في الأساس كانت مثل ما ذكرت عندي هواية وعندي بحوث واطلاع، كذلك فترة عملي في القوات البحرية وأيضا في المرحلة الجامعية اللي هي المصاحبة للمرحلة العسكرية، كانت درست أثناء الخدمة العسكرية، درست أيضا في كلية الهندسة، فكنا أيضا
كانت تستهيني ايضا امور الفيزياء والثيرموديناميك والهيدروديناميكا، هاي كلها الامور كانت تتعلق نوعا ما بالهوايات اللي كانت في السابق، لكن الان نمالها اللي هو منظور فلكي او اتجاه علمي، اتجاه علمي فيها. طبعا هذا الاتجاه العلمي، هذه المعلومات السابقة عن الأجداد والمعلومات العلمية الحديثة في الفيزياء والثيرموديناميك والهيدروديناميك وغيرها أيضا من العلوم الملاحية نفسها، كانت أيضا هي يعني خلتنا نتجه لبعض البحوث ولبعض نشر بعض المقالات العلمية في هذا النطاق، التي يعني ايضا حصلت صدى يعني محمود بالنسبه للجمهور، وكانت هناك الكثير من الاستفسارات والكثير من المهتمين. اسندت الي هيك، طبعا لما اسندت الي كانت بالفعل عندي مقالات وكتابات وبحوث في هذا النطاق، وايضا كان يعني حديثي في هذا النطاق. أسردت إلي اللي هي القبة السماوية، كان يعني اللي انتبه طبعا اللي هي على هالجزئية سعادة الدكتور سيف الهاجري، أنا ذاك كان يعني هو اللي ولاني اللي هي مسكت أو مساك اللي هو القبة السماوية. طبعا أثناء أيضا مسكت القبة السماوية من عام 99 لغاية عام تقريبا 2014 او 2013 بدات حكومه الشارقه بتشييد مركز الشارقه لعلوم الفضاء والفلك. طبعا في هذه الاثناء شاركت في العديد من المؤتمرات وورش العمل، مثل منها هذا اللي هو في هذا في احد المعارض اللي هو طيران الفضاء، وهذا ايضا في كونغرس الفضاء في ابو ظبي الذي اقيم في الفتره الماضيه. طبعا في عام كذلك ايضا استمرت اللي هي استمر الاهتمام فيها، هاي من ناحيه المؤتمرات اللي شاركت فيها، هذه طبعا من ناحيه اللي هي المؤتمرات اللي جزء من المؤتمرات اللي شاركت فيها، رحت الاردن ورحت السعوديه، شاركت في العديد من المؤتمرات فيها والورش العمل. طبعا ايضا كانت لي اهتمامات شخصيه في الاطلاع على في زياره الاماكن الفلكيه او الاماكن الفضاء، مثل اللي هي اثناء زيارتي لسانت بيترسبيرغ زرنا هناك ايضا معرض الفضاء الفلكي ايضا في روسيا، ايضا رحنا ايضا مصانع ايضا متخصصه في صناعه التوربينات اللي هي الصواريخ في الولايات المتحده الامريكيه، ايضا رحنا ايضا معرض الفضاء والفلك، ورحنا كذلك رحنا المتحف الجغرافي الوطني اللي هو المشهور في نيويورك. طبعا بالاضافه الى رحلات كروز بحريه كنت احيانا اتقصدها للسماء رحلات الكروز البحريه، رحنا كنت يعني اتقصد في الرحلات اخذ فتره من رحلات الكروز البحريه حيث تنطلق في اعالي البحار والسماء الصافيه. طبعا بعض الشركات المنظمه للكروز تطفئ الانوار في عرض البحر لتستمتع برؤيه اللي هو السماء والنجوم. طبعا اثناء اللي هو البرامج اللي حضرتها، بالاضافه الى اللي هو برامج هنا في الامارات، طبعا للاسف انها كانت في فتره اللي هي التسعينات وفي بدايه الالفينات البرامج العلميه نادره ونوعا ما تكون عامه اكثر من كونها يعني متعمقه. اذكر مره اخرى المغفور له باذن الله ربان قاسم لاشين، هو كان استاذ وكان ايضا معلمي في هذا الامر. طبعا تعرفت على العديد من الشخصيات العلميه بصحبه ربان قاسم لاشين، ايضا تناقشنا معه هو كمتخصص وماجستير واستاذ اعالي البحار والملاحه السماويه في الاكاديميه العربيه للنقد البحري سابقا، تناقشنا معه في الكثير من الامور، صححت بعض المفاهيم وترسخت مفاهيم اخرى. طبعا اثناء زيارتنا للغرب، أنا ذاك ما كانت دولة الإمارات بعدها انطلقت في الخوض في مغمار الفضاء مثل ما هي عليه في الأيام الحالية، ما كانت الإمارات دخلت بعدها في مغمار أو في مغمار الفضاء، فكانت اللي هي عملية اللي هي الاطلاع ومزيد من المعرفة
ما كانت عملية نقل معرفة، لأن ما كانت هيك الأيام الوضع اللي هي الوضع أو اللي هو ما كان التوجه نحو هذا القطاع في هذه الأيام. كانت عملية حب المعرفة وأيضا اللي هو التعرف عن كثب في هذه التقنيات وهذه المعارف، وين وصلوا هم في هذا المجال، من ناحية استكشاف فضاء، من ناحية صناعة وتقنيات الفضاء، وأيضا من ناحية اللي هي استخدامات تفيد البشرية وتفيد في رفاهية البشرية. طبعا في جانب فلكي فيزيائي بحت اللي هي متعلق بالاجرام السماويه وحركتها والاجرام السماويه المرئيه والغير مرئيه، وايضا تفسير بدايه الكون وماهيه الكون ومكوناته. طبعا هذه من الفيزياء البحته. هناك جانب اخر يتعلق بتقنيات الأقمار الصناعية، تكنولوجيا الصواريخ، تكنولوجيا التحكم عن بعد، روبوتينج اللي هي الكوميونيكيشن أو الاتصالات نفسها كيف تقوم فيها، أيضا عملية اللي هو السبيس ويذر اللي هو الطقس الفضائي، الملاحة الفضائية. هذه كلها أيضا معارف في جانب آخر من هذا المجال الرحب. الجانب الثالث اللي هو مثل ما ذكرت التطبيقات الفلكية أو التطبيقات الفضائية التي تخدم البشرية، وأهم هذه التطبيقات الأقمار الصناعية المنتشرة حاليا في حول الكرة الأرضية في جميع استخداماتها، سواء المدنية أو العسكرية أو الاتصالات أو الميديا والإعلام وغيرها. هذه كلها طبعا تعزز من الاهتمام في هذا القطاع. طبعا بدأت في الآونة الأخيرة أيضا مجالات أخرى بخصوص السياحة الفضائية، الناس تتكلم عن السياحة الفضائية، أيضا الناس تتكلم عن الاستفادة من طاقة الغلاف الجوي العليا، من اللي هي أيضا اللي هو الحد من المخاطر، مخاطر الحد من مخاطر الأجرام السماوية الضئيلة اللي أحيانا تقترب من الأرض، طبعا مثل النيازك وغيرها، والنيازك والشهب وغيرها، وكذلك ايضا الاشعاعات الشمسيه الضاره غالبا التي تحجب معظمها الغلاف الجوي. فهذه كلها نطاقات تخدم اللي هو البشريه ورفاهيه البشريه. تعرفنا عليه عن كثب، عن آلية هذه التقنيات. طبعا المتاحف اللي هناك ايضا كانت تشرح بشكل جيد، المختصين الموجودين في المراكز العلمية ايضا كانوا يفسرون اللي هو يتجاوبون على الأسئلة بصدر رحب. طبعا في اماكن في تحفظ عليها وفي اماكن يكونون بصدر رحب، لكن الباحث عن العلم لابد انه يواجه النوعين من النعسايلين. طبعا في عام 2013 بدأت حكومة الشارقة في بناء اللي هو مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك. طبعا كنت مع اللجنة الاستشارية الفنية اللي للمركز، طبعا بفضل توجيهات صاحب السمو نسبت إلى اللجنة. أثناء مراحل تنفيذ المركز كانت في مراحل اللي هي مختصة بالبناء والتشييد، ونطاق آخر مختص بالأجهزة والآليات. طبعا رحنا مع سعادة البروفيسور حميد النعيمي أيضا اللي هو كان رئيس اللجنة لبعض الدول، مثل اللي هي هنا رحنا أيضا في الولايات المتحدة الأمريكية نستطلع أفضل التقنيات اللي هي للأجهزة العلمية اللي ممكن يستفيد منها المركز. طبعا هذه اللي هي في ألمانيا، وهذه أيضا في الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا رحنا اليابان ورحنا دول الشرق ودول الغرب للاستفادة من أفضل التقنيات. طبعا في عام 2015 وبحمد الله تم افتتاح مع مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك. تفضل سيدي صاحب السمو حاكم الشارقة بافتتاح المركز. طبعا كان المركز هو باكورة المراكز الموجودة كإعلان إنشاء مركز، كان هو من باكورة المراكز المتخصصة في الدولة. ممكن افتتاحه كان في المرحلة اللي يعني هو
المركز بدأ في قبل إنشاء وكالة الإمارات الفضاء وقبل إنشاء الفضاء الوكالات الأخرى، لكن افتتاح المركز كان يعني كان بعد هذه المرحلة، فهو ممكن كان أول إعلان بمركز متخصص في علوم الفضاء والفلك في دولة الإمارات عند إعلان إنشاء المركز. طبعا التقينا مع العديد من الشخصيات، منها اللي هو مدير معهد الفيزياء النظرية، طبعا اللي هو الأمير سمو الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز الذي زار أيضا المركز وحرص في زيارة مفاجئة له على الإطلاع على مرافق المركز. طبعا أيضا تواصلنا مع وكالة الإمارات للفضاء في الفترات المستمرة ولا نزال على تواصل معهم. طبعا كان لقائنا مع سعادة الدكتور محمد ناصر الأحبابي مدير عام الوكالة، ومع معالي أحمد بلهول أيضا رئيس مجلس الإدارة وكالة الإمارات للفضاء. طبعا كان لنا لقاء مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي، كان أيضا لقاء مع قادة قطاع الفضاء من المواطنين آنذاك واجتمع فينا، وأيضا كان يعزز على الخوض اللي هو بذل الجهد في هذا المجال، وأيضا تعزيز دور المواطن في هذا النطاق. طبعا في الفترة الماضية قدمت الكثير من ورش العمل سواء في المركز أو حتى قبل انتسابي للمركز، ورش العمل، العديد من المقالات العلمية، العديد من الكتب التي ساهمت في إعدادها أو التي يعني أعددتها شخصيا، منها طبعا اللي هي بعض الكتب اللي كانت في أيام القبة الفلكية، وأيضا بعض التقاويم بالتعاون مع الجهات المختصة، وأيضا بعض الكتب اللي هي تثقيفية الخاصة بهذا المجال. طبعا مثل ما ذكرت في الثمانينات والتسعينات دولة الإمارات لم تكن يعني دخلت في هذا المجال، كانت المراكز الفلكية أو الفضائية في دولة الإمارات تقريبا منعدمة في الثمانينات والتسعينات. ممكن المركز الوحيد كان اللي متخصص وكان المرجع اللي هو القبة السماوية آنذاك. طبعا في السبع سنوات الأخيرة كان اللي هو توجه لهذا المسار سريع وقوي. أيضا ممكن أذكر بعد حاجة اللي هي ممكن تكون في القبل، جلست في الكثير من المجالس العلمية والمجالس الثقافية سواء الرسمية أو الغير رسمية. طبعا وتواصلت مع العديد من الأشخاص في الإمارات، الله يغفر له ويرحمه الحاج فرج المحيربي كان من الأشخاص اللي أيضا عندهم علم في التراث الفلكي بالنسبة لدولة الإمارات. كان في أشخاص أيضا من الأشخاص اللي التقيت فيهم وحسيت أن عندهم غزارة أيضا في الشارقة، له سعادة لواء عبد الله السري أيضا كانت عنده غزارة في المعلومات في هذا النطاق. هذا اللي هي في دولة الإمارات، أرجو أن ما نسيت أسامي، لكن كانت اللي هي الإصدارات محدودة، كانت مناقشات أكثريتها مناقشات مجالس. تواصلت أيضا مع أشخاص في عمان وفي أشخاص في السعودية وأشخاص في البحرين والكويت. طبعا في على أن الثقافة التراث الفلكي في هذا الأمور، التراث الفلكي كان بالنسبة لنا متشابه وقريب من بعض في موضوع الدرور، في موضوع الدرور والملاحة السماوية. معظم هذه الثقافة تستند إلى ما كتبه ووضعه الربان أحمد بن ماجد، طبعا الذي سكن في فترة جلفار في الإمارات، طبعا وبعض الكتب التي كتبت في بادية نجد والحجاز، أيضا من المؤلفات اللي موروثة. هذه ممكن تكلمت عن المواسم التي نسمع فيها، عن مطالع النجوم،
أيضا عن القمر، ملاحظات القمر واستتار القمر واستتار أو اقتران القمر بالثريا. فهم هناك عدوا أهل البادية كانت عندهم معلومات ثقافية، وأيضا أهل البحر كانت عندهم معلومات ثقافية، كانت المعلومات متقاربة في دول مجلس التعاون، الكثير منها كان اللي هو يعني الكثير منها كان حديث مجالس، قليلة كانت الكتب الموضوعة في هذا النطاق. طبعا النطاق مثل ما ذكرنا اللي هو ممكن عملية اللي هي انتشار المطابع وانتشار الكتب، وأيضا اللي هو الاهتمام الناس، يعني لا نزال نرجع حتى الآن لكتب عمرها 300 و400 سنة في هذه الثقافة أو في هذه في هذا التراث الفلكي الذي نعيشه حتى اليوم الحاضر. لما نتكلم عن طلوع السهيل ونتكلم عن الدرور ونتكلم عن الثريا، لا نزال نتكلم عن معلومات أو ثقافة عمرها 300 إلى 400 سنة، بالإضافة إلى بعض التعديلات المحلية. كل إقليم بحاله، إحنا إقليم البحري عنده خصائص الخاصة، البادية والرعي عندهم أقاليم ملامحهم الخاصة، أهل الجبال عندهم ملامحهم الخاصة، أيضا أهل الزراعة عندهم ملامحهم الخاصة. فالمعلومات الأساسية وردت من الكتب اللي هي الكتب اللي ذكرتها عمرها 300 و400 سنة، راشد الخلاوي، أحمد بن ماجد، غيرهم من المؤلفين من الخليج. طبعا مثل ما ذكرت أنه كانت عليها بعض التعديلات في الأقاليم كل على حسب أقليمه، وأيضا بعض التصحيحات في عملية الرصد. تطورت عملية الرصد في الآونة الأخيرة بعد اختراع له التلسكوبات والمناظير بجودة عالية، فممكن اللي كانوا يشوفونه في تاريخ معين الآن ممكن يشوفه في تاريخ قبله، في قبل هذا الموعد وقبل هذا التاريخ وبجودة أفضل. وأيضا شاهدنا تفاصيل كثيرة ما شاهدوها الأوليين، لكن تبقى اللي هو ويبقى اهتمام الناس دائما في الفلك. يطلع في ليلة رمضان كأنه أول مرة يسمعون بالهلال أو رؤية الهلال. طبعا والغريب أن هذا الحديث وهذا الجدال متكرر في كل ليلة رمضان، لكنه لا يمنع أن يكون نقطة تثار بدون تحسس ولا بدون تجريح واختلافات. أهل الشرع لهم دورهم وأهل الفلك لهم دورهم. الموضوع موضوعات الشرعية المقترنة بالفلك، الفلكيين يكونون فقط مجرد دعم اتخاذ القرار وليس متخذي القرار. طبعا مع إنشاء مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك تواصل معي، خلنا ممكن أثناء تواجدي في القبة السماوية تواصل معي العديد من المهتمين في علوم الفلك وأيضا اللي هي المواسم وغيرها والأنواع الجوية. طبعا كانوا على تواصل دائم في الاهتمام، مهتمين فلكيين مهتمين في التصوير الفلكي. مع إنشاء مركز الشارقة لعلم الفضاء والفلك طبعا استبشرت مجموعة كبيرة من هؤلاء المهتمين اللي لا يزالون تواصل معهم حتى الآن بإنشاء هذا المركز وهذا الصرح العلمي. طبعا الذي يتأملون فيه أن يلبي اهتماماتهم أو يلبي رغباتهم ويملئ أو يدعم اهتماماتهم في هذا المجال. طبعا بالإضافة إلى دوره العلمي هنالك دور مأمول له ثقافي. طبعا المراكز الأخرى ما من عدد المراكز الأخرى اللي في دولة الإمارات، لكن هناك حاليا أكثر من 4 أو 5 مراكز فلكية في دولة الإمارات، سواء فلكية أو فضاء أو تقنيات اللي إحنا 4 أو 5 مؤسسات حاليا في علوم الفضاء والفلك في دولة الإمارات. تقريبا الكل قايم في جهده في سبيل تحقيق إنجازات في جانب معين، ونتمنى للجميع التوفيق.
الصور طبعا كنت اتمنى ان احصل صور كثيره اكثر من هاي، ممكن على حسب طلب الاخوه في انتاج الحلقه هذه بتوفير صور. في فتره الثمانينات والتسعينات قلت لهم انا في الثمانينات والتسعينات في دوله الامارات لم تكن هنالك يعني اشياء ممكن يتم توثيقها بالصور في نطاق علوم الفضاء او علوم الفلك، فلهذا الصور نوعا ما اللي استعرضناها في هذا النطاق صور حديثه معظمها بعد سنه 2000. طبعا هناك اللي هي هذه الصور، طبعا اتكلم عن بدايات اللي هو يعني انا اتشرف انه عشت بدايات نهضة دولة الإمارات في مسار أو في نطاق الفضاء والفلك، كنت جزء من هذه النهضة، وأتمنى أيضا أن أقدم المزيد في هذا القطاع وفي هذا القطاع الحيوي. دائما قطاع الفضاء والفلك متصل دائما برأس الهرم الإداري والسياسي في أي دولة، طبعا لحيوية المجال وأيضا لكلفة الاستثمار في هذا المجال، وطبعا دائما تكون التمكين للعنصر المواطن في هذا المجال الحيوي، ودعم اللي هو الشباب وأيضا الكفاءات الوطنية في النهوض بهذا القطاع.